للمشاركة في برنامج بلاطول سيري zafanonline.com وجميع شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر وإنستغرام. إجابة أحد المتسابقين بمسابقة ملك جمال لبنان حول أزمة النفايات والحراك المدني أثارت عاصفة من السخرية على السوشيال ميديا. بأول إطلالة تلفزيونية للتعليق على الموضوع برحب بالوصيف الثالث سمير أبي أنطون نجم الحفل كما يقول هلا. مساء الخير، كيفك؟ وأيضا برحب بمنظم المسابقة مسابقة ملك جمال لبنان صاحب وكالة بشراوي الأستاذ نضال بشراوي. مساء الخير، أهلا وسهلا فيك. ثانك يو كلك. بشراوي رح بلش من عندك مباشرة، شو تعليقك على كل ما يصار اليوم على هالموضوع؟ بالبداية يمكن أنا أول وقت مرقت أول ليلة كان الموضوع بالنسبة لنا عادي، لأنه بيّن اليوم سمير أنه على الكاميرا أنه هو تلبك يمكن بمحل معين أو ما قدر يوصل الفكرة يلي هو كان بده يوصلها، لأنه اليوم الناس كلها سوا تاني يوم نسيت أنه هيدا الشاب هو خريج برنامج، خريج استوديو الفن بميدالية ذهبية مع تقدير، نسيوا أنه هو شاب ناجح بحياته، معلم ومثقف، بس كل إنسان فينا اليوم ممكن أنه يغلبط بمحل معين أو ما يقدر يوصل فكرة بمحل معين. بتفاجأ يعني بالسوشيال ميديا يلي كل هالضجة اللي صارت، وبتفاجأ ببعض الإعلاميين يلي قعدوا بالكل الليل عم يكتبوا بس ليعبوا صفحة، وبجريتها طلعت صح الصفحة، كمان فيها كتير أغلاط. حتى في أحد المذيعات يعني كانت عم تعمل برنامج على الراديو وطلعت معها مداخلة، قلت لها أنا بتحداك نطلع بدون معد برنامج أنا وأنت، أنا أكيد هغلبت 100 غلطة بس أنت رح تغلطي 200 غلطة. بالرغم من هيدا كله طلعوا عم بيحكموه. بالنهاية اليوم أي إنسان معرض إنه يغلط، يعني الخوري بيغلط هو عم يقرأ الإنجيل إذا بدك، والشيخ بيغلط بالقرآن، منا اخر الدنيا. اليوم اذا شاب غلط بمحل معين ما قدر يوصل فكره صاروا كلهم بدهم يحاكموه. مين اكثر شيء اللي عجبك من اللي فاتوا يعني بهالحفل؟ لا، اللي عجبني حقلك شغله، يلي فاتوا انتقدوا، سوري مع احترامي للكلمه، هي اللي بيعجبك انه لو كان حدا عليه القدر والقيمه يلي انتقد ما كنت بتزعل. يلي انتقدوا هن مسخره العالم، يعني هن الناس يلي اليوم بنشوفهم انه نحن عم نحضر لهم فيديو وموجودين، يعني الكل بيضحك لما يطلعوا لانه اي كيو زيرو عندهم، بقى طلعوا هن ينتقدوا شاب لانه عمل اكثر ناس معين. يعني اكثر ناس هن، وبالعكس يمكن انا بدي اقول لك شغله، انا بالاول كنت مع اجابه انه كنت ضد الاجابه اللي هو جوابها، بس بصراحه بعد اللي شفت يلي عملوا الفيديو صرت انا مصر على جوابه انه كان صح، لانه هو بمحل معين انا بالنسبه لي يمكن ما بقى عم يحكي عن كياس زباله يلي على الطرقات، لانه في كثير زباله كانت موجوده بتاذي اكثر من الكياس يلي موجوده بالطريق. استاذ نضال، يعني كمان الشغله اللي بتعجب انه انتم كان قرار المونتاج بايدكم لهيدا الجواب تحديدا، يعني الحلقه مسجله وانعرضت، يعني الحلقه انعرضت بالمسرح وانعرضت على التلفزيون مسجله، على المونتاج كنتوا حاسين انه هيدا السؤال ممكن يعمل هيك شيء؟ كيف بقدر شيله؟ طلعوا بدون جواب؟ أو فكرتوا يعني؟ لا ما فكرتو ابدا. بدي اقول لك شيء، هو اليوم سمير يمكن كان من اكثر الشباب مقربين للقب، وهو كان عن جد كان من بين الاوفر حظا انه يوصل لملك جمال لبنان او للوصيف الاول، يعني واحدة من اثنين. نتيجه جوابه، لانه الجواب النهائي كان عليه العلامه الاعلى، خسر اللقب راح للوصيف الثالث، يعني بعتقد كانت فارية اللي صار. وبالعكس بس انه هو يمكن نسيوا شغله، انه سمير هو اول واحد بالشباب راح يسافر يمثل لبنان ب 4 اكتوبر، راح يسافر على الاكوادور يمثل لبنان، وان شاء الله بيقدر ساعتها بجيب لقب، وهو حياته مستمره يعني ما وقفت الحياه. بس انت هيك يعني محموق. ايه لا بالعكس، بتعرف ليلى انه كان شيء مضحك عن جد، انه عندنا كثير امور اليوم بلبنان اهم من انه نقعد نعلق على اجابه بملك جمال لبنان، يعني الزباله رح تاكلنا بالطرقات وبالنا بسمير، بالنا بس بسمير شو جاوب. بس بلس برافو انه هيدا اعطيته بلس يمكن بالنهايه. ما سمير كثير اول شيء سوري تاخرت عليك، بس لانه حماسه لنضال يعني هيك ما كان بدي اقطع له اللقطة. حس حالي كانه بشي جلسه محاماه ورفع قضيه. بس عندك محامي يعني عندك محامي. انا رح كون اكثر سلمي منه لنضال، لانه صراحه هيدا الشيء اللي صار معي سالوني، سالت اذا ندمان على المسابقه اللي اخترتها اللي عملتها، قلت له انا كسبت انه القصه اللي صارت معي لما سميها مشكله او لما سميها مهزله، كسبت انه عرفت مين الصديق وعرفت مين رفيقي ومين مش رفيقي، عرفت مين كان حدي ومين بطل حدي.
مين كان حدك ومين بطل؟ يعني مين كنت مفكر رفيقك وما طلع؟ ما في اقعد سمي لك على مين الاصحاب ومين القرايب، بس ولكن شغله مثل هيدي بتصير مع شخص معين، معقول اذا ما كان قد يعني بده يروح يتعالج، لانه اذا ماشي بالطريق العالم عم تحكي عن الموضوع مش فهماني، لانه ما حضرت الحلقه كلها، عم بتعلق على هالموضوع الصغير، لانه ما عرفوا انا بسؤال التوب 10 سؤلت عن مغترب لبناني، جاوبته بطريقه كثير حلوه وغنيت موال لبناني قطعت سما بتاريخ ملك جمال لبنان كلها، هيدي مش حدا ما حدا عملها، يعني اللي عنده جرأة يقدر يجاوب على سؤال اللي انا ما قدرت اوصل فكرتي بسؤال توب 5، ولكن انا بسؤال توب 10 قدرت اوصله بموال. مين بيقدر من الشباب؟ انت بتغني احسن ما بتحكي يعني؟ لا بغني كثير منيح وبحكي كثير منيح. سمير كثير عالم هلا على بالهم اقعد اجلدك وانه نصير مسخره. ما رح فيك تجلدني. بس مش موضوع انه انا ما على بالي، يعني انا بالعكس متعاطف معك، ومثل ما قال نضال يعني اكثر عالم عم تتمسخر اليوم من الناس اللي بيتمسخروا عليها اكثر شيء. وفيك في كلنا فينا نغلط وحقنا نغلط، ومش مطلوب منك يعني ما تغلط، وكلنا ممكن نتلبك وانت تلبكت. اليوم بس رجعت تحضرت حالك، يعني شو اللي فكرت فيه انت عم تشوف حالك؟ صراحة يعني انت ضحكت على حالك. بكون صريح معك، انا فجر السبت وعيت على الفيديوهات اللي عم تنعمل. اول ما احضر الفيديو هلا عن جد انا عم بتضحك، لانه الناس تركت شغلها صارت تمثل، صارت تعمل اشياء جديده، تبتكر اشياء جديده، ضحكوني كثير. ايه اكثر فيديو ضحكك؟ اكثر فيديو ضحكني هول البنتين، هول البنتين لما تقول له انه بحط واحد بالتومبوني وبحط كيس زباله بالصندوق وبحط كيس زباله. يا جماعه الخير، انا ما قصدي قول انه احنا نشيل زباله نحطها عنده، انا فكرتي لثانيه معينه انا اخطات انه ما قدرت اكفي الفكره اللي بدي اوصلها، لثانيه معينه عملت بلوك صراحه. يعني العالم بتضحك والعالم فاهمين الفكره غلط. الخطا انا دفعته انه ما قدرت اوصل للقب، بتحمله، بس انا تاسمع مهزلة عالم انه كمان بدي اتحملها مضطر اسمعها. انا اسف انت زعلان لو خسرت اللقب؟ ايه اكيد اكيد. يعني بتحس انه هيدي اسوء مره يعني؟ لا لا بتقول لا اخت هالساعه يعني؟ لا 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 عشان ما بقول هيك. كل شخص بيتمنى يوصل للقب، بس انا بقول لا تكره شيئا لعله خيرا لك. مبسوط بالنتيجة اللي أنا وصلت لها، ومثل ما قال أستاذ نضال طالع مثل لبنان بالإكوادور، وإن شاء الله بنجيب نتيجة. بس أنا بتأسف إنه هالعالم كلها نسيت مشاكل العالم، كلها نسيوا هذا اللي بيقتل. نعم. الشخص على الطريق بيذبحوا. نعم. هي شو الفكرة؟ هي شو الفكرة اللي كان بدك تقولها؟ إذا بدنا نرجع نعيد البشر، نحن صراحة كنا عم نفكر يعني نعزم زميلة ريتا حرب تكون وتوقف هون ونعيد السؤال عليك وتقلنا شو الجواب. صريح معك. بس مع الأسف بنوجه لها تحية، مع الأسف ما قدرت تكون معنا. شو الجواب اللي أنت كان بدك تقوله؟ رح كون صريح معك، أنا ما رح برر جوابي وما عندي شيء برر للعالم. هي الحكومة بالعكس. مش عارفة تلاقي جوابي. بالعكس أنا بدي أشكرهم على كل التعليقات الإيجابية والسلبية، فادوني كتير، كنت مغمض عيني هلأ فتحتهم صرت شايف أحسن بكتير، أولي ثقتي بحالي أكتر وأكتر، وما عندي شيء أقول لهم إياه بالعكس. بس بقدر أقول لهم إنه بقدر أشكر الأشخاص اللي وقفت حدي بهالمحنة، من كتير ممثلين كتير فنانين كتير ناس عندها القدر والقيمة وقفت حدي، كمان بدي أشكرهم. بس تبرر موقفي لا، انا فكرت صغيره ما قدرت وصلت، ولكن هلا يفهموها مثل ما هن بدهم يفهموها، ما بأثروا علي ولا 1% بالعكس. حلو استاذ نضال، كل سنه بكل حفلات ان كان ملكة جمال لبنان او ملك جمال لبنان دائما بيلاقوا شغله وبصير في نقاش كثير طويل عريض، انه وكانه هالمنافسه بين الذكاء والجمال، وبين انه بدهم يثبتوا انه اللي المتباريين هن ناس ما عندهم ذكاء. هل نقاش انت لحدا عنده كل هيدي الخبره الطويله بهالعالم كيف تشوفه انت؟ تعرف يعني بتتاسف انه ما بيطلعوا على القصص يلي انت عم تحققهم، يعني عم تحقق قصص كثير حلوه، ما بيطلعوا انه نحن من 6 سنين لليوم ملك جمال لبنان كل سنه عم بيجيب نتيجه برا. يعني اكثر من سنه ملك جمال لبنان، مرتين حمل لقب مستر انترناشونال، مرتين حمل وصيف بمستر وورد، دائما عم يوصلوا لمحلات كثير منيحه. مثلا ما اخذوا السنه يلي بس اخذوا من الحفله جواب سمير، ما اخذوا انه هول الشباب هن عم يعملوا مشروع مع اليونايتد نيشن عم بيصوروا كالندر ضد العنف رح تنزل بالعالم كله. ما اخذوا انه مثلا سنه الماضي الوصيف قدر انه
يعمل حملة ويجمع مصاري لبنت كان عندها كانسر وعمل لها عملية وشفيت منها. ما بعرف ليه بس بياخذوا القصص النيجاتيف ليحكوا عنها، يعني ما بيضووا على شيء. ليه يعني برايك؟ ما بعرف، بتحسن انه كل همهم انه بس يكسروا بالعالم ليه؟ او يكسروا يعني من بعد هالخبره الطويله يمكن شو بتفسر هالشيء؟ ما بعرف، يمكن بحسها عندهم نقص مش عارفين كيف بدهم يعبوه هيدا النقص، بقى بيتسلوا بشيء بس لمجرد انه يتسلوا. ومفقوس انه ما اخذ اللقب؟ يعني هل تعتقد انه ما بدنا نعمل على مشكل بين الملك، بدنا نتمنى للملك النجاح؟ لا بالعكس، انا برايي فريد مطر النتيجه كانت فير، يمكن كانت كان هو بيستحق انه يوصل للملك او وصيف اول، يعني واحد من اثنين، بس الملك اللي ربح كمان اكيد بدون شك فريد مطر، بوجه له تحيه وبيستاهل. كان يلي رح تعطي الافضليه لسمير باعتبار هيك شويه ذنب كمنظم؟ لا، بالنهايه الشباب الخمسه كل واحد رح ياخذ حقه، والخمسه رح يسافروا يمثلوا لبنان، والخمسه رح يكون عندهم مؤتمر صحفي الاسبوع الجاي، كل واحد رح يعلن عن مشروعه يلي رح نوقف حده فيه كل السنه بهذا المشروع. وهن حتى الشباب، يعني لو سمير اليوم عنده مشروع، الشباب الباقيين كلهم رح يكونوا حده، وحتى في من الشباب يلي اشتركوا قبل كمان رح يكونوا حده. نعم، شكرا لكم سمير ونضال، يعطيكم الف عافيه، تعيشوا تاكل غيره. لا وموفق. استراحه وبنرجع. بعد الفاصل. احمد عمره 12 سنه ومن هو صغير بحب التي في، بحب الاعلام. زفان يتعرف على احمد للمشاركه في كن صديقي ميت ماي فريند، الرقم الساخن 71-106-111 او zafanonline.com.